مردود هزيل. احنا نقولوا بالدارجة القرينتا، القرينتا ما ثماش. لاراج دو فانكر ما ريناهاش، يلعبوا نديري الماتش مربوح وزيدوا ما عارفين رواحهم، حتى كان يخسروا باش يترشحوا، فهمني؟ دونك الجوي بور جوي وكاو، ما ريناش اللي عرفتك اللي يحب يربح وحب، وما فهمتش علاش البخت هذا نتاع البينالتيات هذا الكل، معناش التيرور نتاع دي بينالتي، والناس الكل يحبوا على البارتي هذيك، البارتي دروات نتاع هي معروفه في العالم، حط له ديما على اليسار، على يسار الحارس يستحيل يشد، وثلاثه حطوه مع اليمين وثلاثه فزوا. ما فهمتش انا، في بالي هو جابها بلانتي حبي شوتها يا اخي، من بعد الكباير قال لا انا معايا نوب القبل باش يشوتها، اما ما مردود وما يعجبش، ما يعجبش يسبوز هذا المرض نتاع الكورونا اثر فيهم، اكلي مش ديما نفس المجموعه تلعب مع بعضها، هذيك ينقص شويه من لونتونت اللي تبدا بين الجوارات، مره يهبط فلان مره يهبط فلتان، فهمت؟ يمكن بالطبيعه هي شنو هي المجموعه اللي تربح اللي ديما تلعب مع بعضها، تلقاه كيمد باس من غير ما يغزل لصاحبه، يعرف الفلان راه متمركز غادي يعطيه الكره، هذه ما قلت لك برشا عوامل لعبت. اما العامل اللي انا ما عجبنيش فيهم الروح الانتصاريه ما ثماش، علاش قلت لك رابحين الماتش بالمسبق حتى لو كان خسر، ودايرا كريت خسروا وترشحوا، هي اذا كان يلعبوا هكا مع نيجيريا يا ويلي كان ما نروحوش بفضيحه، الله يقدر الخير، بالطبيعه ما نتمناوهاش. والله المردود شو نقول لك؟ انا شيء يؤسفني على المردود نتاع البارح، نتاع البارح بكل صراحه. يا رسول الله والله شو نقول لك؟ واحد باش يكلم باختصار. انا ما نتكلمش، انا واحد من الناس مرضت على المنتخب. انا والناس كيفاش لعب يا رسول الله يلعبوا فيه ضربه جزاء، بون نقولوا ضربه جزاء ضيعها ثلاثه ضربات جزاء يا رسول الله يضيعوهم من احسن الملاعبيه اللي عندنا في تونس، اذا يجي يقولوا لا تو يتكلموا في الاعلام يقولوا لا، مارادونا ضيع ضربه جزاء، بلاتيني ضيع ضربه جزاء، دكوردو يا رسول الله ماهمش كونسونتري، انا نحسهم ما همش كونسونتري في التيران، برب شنو اللي ناقصهم؟ الجامعة موفرت لهم كل شيء يا راهو، بكل صدق، موفرت لهم كل شيء، ولكن زاد برشا ناس يحملوا في المسؤولية الممرن المنظر كبير، ما نحملوش المسؤولية اللي هو، أخي هو بشبط في التيران باش يماركي، هو شنو هذا؟ مرضونا، إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي، كونسونتري من هنا المقابلة الجاية اللي صعيبة اللي كونتر نيجيريا، إن شاء الله يحسوا بتونس ويلعبوا ويحسوا بشعب تونس اللي قاعدين عشرات ملايين قاعدين يتبعوا فيهم، يحسوا بينا شوية، بربي يحسوا بينا. مردود المنتخب مشكلة عادة، ناقصين برشا جوارات كلهم مضروبين بكورونا. تيران زاد خايب برشا، يمكن اللي خلى اللعبة مش باهية هكا الكل. وكمل الجوارات استسهلوا الماتش، معناتها نورمالمون ليكيب اللي لعبنا لها حتى نلعبوا كاتريم ايكيب ونربحوها. وضد نيجيريا ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعمل لينا ما صعيب وكان نربحوا زاد. ترى عنده دور معناها في مباراة البارح؟ كان على الجوارات التوانسة ما عندوش دور، مع الجوارات اللي يلعبوا لبرا واكثريتهم يلعبوا لبرا عندهم دور، مستنسين ترانات سماح دي كونديسيون تحفونين. مي ترى قريت البارح في الجوارات التوانسة جملة يلعبوا مش في الماتش، خمموا في حكايه اخرى كومبليتمون، ما فهمتش علاش كوب دافريك نورمالمون موتيفاسيون كبيره، ما كوب دافريك نتاع السنه ما ريناش فوليوم جمله، لا حتى من ليكيبات الاخرين سيرتو زاد من العرب الكل، مصر مروك الجزائر ما فما حد شيء، مش النيفو نتاع العاده. يمكن قعدنا نقارنوا فيها بكوب داراب اللي تعدات مزيانه على الاخر، تيران اخراج ماتشوات، بون كوب دافريك حتى شيء نسنا نول دابيتود مراتي حتى ماتش من كان السنة حتى كنت نتفرج دي غوتي على الله. مردود هزيل بطبيعة الحال، أي منتخب يضيع بيلانتي كيما ذيك في وقت بيئة ممتاز بطبيعة جدا باش يخسر. المنتخب البارحة أثبت أعطاه صورة سيئة للشعب التونسي اللي كان ينتظر فرحة منه، خاصة المنافس يعني في المتناول، منافس يعني يحتل المرتبة 150 عالميا بينما المنتخب التونسي يحتل المرتبة 30، يعني المنتخب أيضا كان ضامن ترشح نتاعو نورمالمون يعطينا يعني مردود أفضل من هيك،
وزيد على ذلك الشجار اللي حصل ما بين الملاعبيه ايضا اعطي صوره لمسيره المنتخب في هذا الكان، وزد على ذلك الورقه الحمراء المجانيه اللي هي اخذها فاروق بن مصطفى وزيد كمل عليها المدرب. ما نتمنوا للمنتخب المواجهه القادمه هي مواجهه صعبه، وان شاء الله نتمنوا انه يعطي مردود افضل مما كان عليه ويصلح الخطا، وايضا على المدرب مراجعه شنو هو راي رابع بيلانتي اللي ضيعها المنتخب. يعني ولات عندنا مشكله في ضربات الجزاء، وهذه يلزم يتم مراجعتها وان شاء الله يكون افضل مما كان عليه. مردود المنتخب التونسي متواضع جدا، منزين قلت حتى شيء متواضع ماهوش متوازي جمله، معناها الملاعبيه مش فاهمين رواحهم، ما فهمتش انا، فهمني جينا مع جمعيات تعرفوا الكل وكم معناها نخسروا ونربحوا موريتانيا، موريتانيا تعلمنا بها ما يتسماش ربح موريتانيا، الناس كل تربح فيها موريتانيا، خسرنا مع مالي، خسرنا مع شدوا فك حكايه مالي مالي مالي، وكان دقيقة 85 ماركينا البونتو نحن راهو لينا باهي الحكم، ركزوا على الحكم والبلاتوات الكل يحكي، وكان على الحكم والحكم حكم تي ماركيت بلانتي، انت عندنا 22 جوار معنا جوار فرابلي شوت بلانتي كات بلانتي ضيعوهم، فاش قاعد يعملوا مرن ومساعدوا النقطة هذه السلبية يراجعوها شنو، وكان ماركينا البلانتي راهو ربحنا قبل ما يصفر الحكم دقيقة 85 ودقيقة 89، وركزوا كان على الماتش مالي خرجوا الملعبية ولاو فيكتيم هما ضحايا، البلانتي خسروا ما ركيهاش هذيك وندرى شنو الاخر ما ركيهش، عطاها لبلا العيفه ولا شو اسمه ما يعرفوش بلا العيفه ولا معلول اللي مايور ارير جوش في العالم كاتريام جوار كلاسي في البارتي نتاعو في البارتي جوش، فهمني متواضع ما نعرفش الممارس قاعد يعملوا ومساعده يلزم يفيقوا على رواحهم. والله شنو نقول لك بالنسبة للإيكيب، أول حاجة إيكيب صغار، ثانيا فيها سبعة ولا ثمانية جوار كلهم كوفيد، معناها حتى في سيكمو معناها بلوس كلا مواتي ما فماش ديجا، فهمتوا؟ وغامبيا راهو ماهوش ديجا أفريقيا كل معناها، لا كونديسيون فيزيك نتاعهم راهو سنغال معناها نحن راهو فرق بعيد برشا 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 برشا، معناها يلزمنا برشا خدمة برشا خدمة، وحتى الكليما غاديك عندهم ياسر إيميديتي رطوبة برشا، دونك معناها لا يزي المرض. ولا يزي الطقس سخون ولا يزي معناها حتى لي بروبليم معناها ريسبيراتوار عندهم موجودهم، دونك انا والله ما نلومش عليهم برشا بصراحه، حاجه بركه لي بيلانتي بصراحه يلزم نشوفوا ان بون بيتور، خاطر لي بيلانتي عندهم دي جوار سبيسياليست كما قبل عندنا نبيل معلول، نحن معروف بلي بيلانتي اعز واحد يشوط في تونس ونبيل معلول كان قبل توا، دونك لازم نشوفوا انسان معناها سبيسيال في لي بيلانتي وكاو، اما كمردود والله مش خايب معناها عادي وكاو بالنسبه معناها اللي صاير فيهم هما سبعه جوارات معناها ولا ثمانيه بالكوفيد، دونك معناها ما نستغرب ديجا النتيجه مش خايبه ديجا، بونتو هو صعيب شوي اما كومام لعبوا معناها ايزون با بلاك لافير. والله الموضوع هذا ماذا بيا نحكي فيه برشا فهمتني، احنا عملنا كوب دراب هكا ولا غلطنا ثلاثة غلطات، سجلوا لنا ثلاثة أهداف بنفس الطريقة ما صلحناش، الماتش الأول، الماتش الثاني، الماتش الثالث، نفس الأغلاط تعاودت، خسرنا تروا بيلانتي في كوب دافريك بنفس الطريقة، فهمتني؟ إحنا البارح سي الناخب الوطني كنا عملنا المستحيل، دخلنا على الأجنب، منين دخلت بابا على الأجنب؟ دخلت في حيط أنت البارح. الجابون أول مرة تشارك في كوب دافريك تخرج تونس، اللي 20 مرة مشاركة تخرج تونس اللي عاملة كوب دي موند 78 وعاملة خمس مرات كوب دي موند تونس، معناها ترشح مر مذل. البارح الجابون ربحتنا بالونترونير، البارح الجابون مش الجابون غامبيا ربحتنا بالونترونير بذكاء الممرن، هنا فما ضعف نتاع ممرن، فما ممرن ماهوش يصلح، كي تاخو انت معناها بوان دو في انديفيديال، احنا خير من الجابون، مام حتى بالنقص قلة انضباط، هو بنفسه الممرن الفريق القومي صرح قبل الدورة وأنه الفريق اللي مش يوصل لبعيد هو اللي مش يحافظ على الانضباط، ينضبط والملاعبين يبدو معناها
محفوظين من المرض. أكثر فريق ضربت الجولات تاعه بالكورونا هو الفريق التونسي. وقت أنت تعطي الحل ومن بعد تطيح في البيج، شنو معناه؟ معناه أنت كممرن ماكش منضبط، ما عندكش ديسيبلين، جوارات خارت عليه. أنا ما يمنعش معناها خاطر المغرب والجزائر هذا برشا جوارات مضروبين. لا لا، فما حتى جمعية في التورنوس 13 13 لاعب ولا 12 لاعب مضروب بالكورونا. ممرن في تورنوا يخرج ورقة حمراء. ما صارت شيء. اي باهي هاك ترشحت البارح ترشحنا ترشحت واش ترى مع نيجيري بالنقص هذا واش تمرمدنا نيجيري مش ساعتين اربعة خمسة عاد كان خرجنا البارح خير. معناها تونس في بول فيها زوج جمعيات يلعبوا أول مرة وثاني مرة كوب دافريك تخرج تروزيام بلاس. منظومة فازت منظومة دوبا كوب دافريك هذي سلطة إشراف يلزمها تتدخل وتنظف المنظومة. والله ما عجبناش برشا حكم تاع ربي، حبينا نربح وحبينا ماتش مو صعيب برشا، مي على غالب ان شاء الله المره الجايه الطرحه الجايه ان شاء الله نترشحوا ان شاء الله خير من هيك. بورلاس يا ريت ما مشاش كي ما ربحناش، دونك بالنسبه لي انا ما مشي حد شيء ما دام ما ربحناش. ماذا بي يبدل شويه البيلانتيات مع شيعتي الاتاكونات تاعتي اللعيفه تاعتي الديفونسورات وان شاء الله الطرحه الجايه ما تخوف كونتر نيجيريا صعيب شويه شبونس. بالنسبه لي انا جوارات مش متفاهمين مع بعضهم. البارح شفتوا العركه البارح ما بين حنابع والجزيري، كي تجيب لي بيلانتي يعطي الديفونسور يشوط على الشوط ثلاثة بيلانتيات هكا ضايعينهم وكا. ما لعبوش بالكدا، ما لعبوش بالكدا. وان بلوس بالنسبة لي انا ما لعبوش بالكدا، تخوت تفرجت في الماتش كامل ولا ما عجبنيش. الماتش فيني سافا، الماتش الاول ما لعبوش، ماتش فالف كيف كيف، وان شاء الله هلا حد ربي معانا وكا. هذاك شنو نجم نقول. مردود المنتخب في الكوب دافريك باهي، المردود اللي شفناه في الكأس العربية مردود عالي، مستوى عالي، قريب نخلطه قريب ما نخلطوش الحاجة أونيفو قريب. وصلنا جبنا جوارات تبارك الله عندهم طالون باهي، كيما الطفل ذاك دراجر اللي يلعب على اليمين، كيما حنبع للمجبري، قلتوا مانشستر يونايتد جبناه، جبنا طالون مزيانة، وصلنا عملنا فينال مع الجزائر، مرينا بالحدث في الكوب داراب، جينا لإفريقيا. إفريقيا نلقاو موضوع آخر، أدخلنا على أساس كينا نحن أبطال، أدخلنا على أساس كينا سقينا في القاع، والناس الكل راهن أنه المنتخب الوطني يمكن يمشي لبعيد ويمشي أنه باش يهز الكوب هذية متاع أفريقيا متاع الكامرون. لكن كي لعبنا كونتر مالي تفاجأنا، رينا خور، رينا جوارات تهز في ساقيها بالسيف، أهبطتك الولايد المجبري. لقينا صحيح نلقاو طالون لكن ما ورا حد شيء، راهو جوارات الكل بريسك ما ورات حد شيء. أختي العزيزة راهو خسرنا الولايد باش نحكي عليه أنا شوية. المجبري قلت مانشستر أنا عمري ما تفرجت فيه في مانشستر، أول حاجة في الأ إيكيب أ أنا عمري ما ريتو بجنب كريستيانو ولا بجنب يعني ما ريتوش الحق، ما ريتوش الولايد. اثنين راهو الوليد متكون في أكاديمية مش ولد بطحة، راهو فرق ما بين الوليد يتكون في بطحة وما بين وليد بالنسبة باش نعطيك تقييمي كتروا ماتش هذي. الدور الأول مردود المنتخب الوطني التونسي صفر، واضح حد شيء ما فما، ودخلنا في كاليبر آخر، وصلنا إن باش نلعبوا مع المنتخب النيجيري اللي ورى إمكانيات رهيبة ورهيبة جدا، منتخب يعرف يجري، منتخب يعرف يلعب كرة مليح. وعلى فكرة باش نزيد ونقول حاجة أخرى، راهو جماعة اللي مولود متاع نيجيريا راهو مولودين اشتراهم في الانجليتير ولعبوا بالدرابو متاع نيجيريا، يعني باش تقول لي تيران وتقص حتى النيجيريين واللي زافريكان اللي لعبنا راهو اشتراهم، وخاصة منتخب مالي راهو زادة مولودين في فرنسا، ما تقوليش تقص وأرضية الميدان ودرا شنوا. يا سي منذر عايش خويا
باش تلعب زاده مع وليدات راهم مولودين في الانجليتير ولعبوا بضربوا نيجيريا، ما تبداش تخلق لي في الاعذار او تقص او درشنية. بلال العيفة يكور في الكلوب، تقصنا نحن مسود اكثر من الكاميرون. والله مقدود هزيل جدا بالنسبه للمنتخب، والحاجه اللي لاحظتها انا كلاعب سابق بالنادي الافريقي اللي كونه المنتخب يلعب من غير بصمات معناها نتاع مدرب، ما فماش فوندي جو، ما فماش اوتوماتيزم، تحس كان نلعبوا في حومه، كل ملاعب يلعب على زي راسه. غيبه في المنتخب نورمالمون على البينالتيات ولا كوفرونات ولا كورنرات، ثم ترافاي سبيسيفيك نتاع اونترونور، كي تبدا كورنير على اليمين ثم شكون اللي يلعبها، كي تبدا كورنير على اليسار ثم شكون اللي يلعبها، تبدا كوفرون على اليمين ثم شكون اللي يلعبها، كوفرون على اليسار كيف كيف، بينالتيات ثم نمرو واحد ثم نمرو اثنين ثم نمرو ثلاثة. وانا نرى جات ثلاثة بينالتيات، اللي يجيب بينالتي يذكر يمشوت، المدرب ما عنده حتى سلطة على الملاعبين. أنا كون المنتخب يلزم مدرب في قيمة فوزي البنزرتي، واحد كيما فوزي البنزرتي، سواء فوزي البنزرتي وإلا واحد إترونجي يكون كيما فوزي البنزرتي. ونحن عندنا طاقات معناها مدربين توانسة باهين، وأحسن مدرب نورمالمون في تونس هو سي فوزي البنزرتي، نورمالمون هو اللي يكون على رأس المنتخب. سي وديع الجريرة عكس ذاك، على خاطر يحب أونترونور على خد يده باش يتحكم فيه وباش يدخله في التشكيله، خاطر مع سي فوزي البنزرتي انا تدربت عنده ونعرفه، فهمني، لا سبيل اليه باش يدخله واحد في الفورماسيون والا في اي حاجه. هذاك اللي عندي منكم.